يقول في سؤاله الثاني: هل لو حلفت بالطلاق ولم تسمعه زوجتي يكون الطلاق واقعا عليها؟ نعم، إذا صدت تلفظت بالطلاق وقع، سواء سمعه أحد أو لم يسمعه أحد، زوجتك أو غيرها، المهم أنك تلفظ بالطلاق، فإذا تلفظت به وقع. نعم. وإن كان قصده اليمين كما أشار بقول حلفت؟ ما ندري صيغة اليمين التي يريدها. نعم.